ويا مساء الخير، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم بسوي معاكم وصفه جدا لذيذه وسهله. بسوي معاكم تاكو لحم. اول شيء راح احمس البصل حتى يذبل، وبعد ما ذبل البصل راح اضيف لحم قطعته مربعه، وبعد ما نشف عندي اللحم راح اضيف معجون الطماطم، احمسه على جنب، بعدين اخلطه مع اللحم. وبضيف الطماطم. وبعد كذا راح اضيف البهارات واقلبها. واضيف تقريبا نص فنجان مويه عشان ما ادي الحشو تكون ناشفة. وبالأخير راح أضيف فلفل رومي وأقلبه دقايق وتكون عندي الحشوة جاهزة.